السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة أخرى في إطار توضيح يعني للمستهلك، ونتكلم أشياء كثيرة علي، أشياء كثيرة الآن تستعمل في المواد الغذائية المصنعة وعلى شكل مضافات غذائية. لكن لما نسمع مضافات غذائية فهي يعني هي شيء معلب، ويجب أن نفتح هذا التعليب لنرى ما بداخله، هل هي ملونات، هي محفزات، مجمدات، هي مدخنات إلى آخره. فنتكلم في هذه الحلقة عن البرومايد، مكون البرومايد البوتاسيوم. هذه البرومايد البوتاسيوم هي عندها دور أنه مؤكسد قوي، وعندها دور أنه يعطي لون أبيض أكثر من اللازم، يعني تستعمل في الخبز، في دقيق الخبز هذا. وهذا البرومايد هو يحفظ كذلك حتى من نمو الفطريات، يعني هذه التخمجات التي تنبت على الخبز، هذه أشياء خضراء يعني، وهذه التي تظهر على الخبز، يعني البرودستايلين في الحالة الفيزيائية أنه يتصلب، ثم أنه تظهر عليه بعض الفطريات التي قد تعطي ميكوتوكسينات، والميكوتوكسينات هي خطيرة جدا، يعني هي مواد سرطانية. فالبرومايد هذا يعني برومايد بوتاسيوم، يعني بروميرد بوتاسيوم، هذه برومايد البوتاسيوم يستعمل في الخبز. يعني هناك بعض كثير من السائلين يسألون عن محسنات الخبز، فلائحة طويلة جدا، لأننا علينا نحن لدينا 16 مكون ممكن أن تضاف للخبز، في الخبز الخبائز، يعني الخبز ومنتوجات الأخرى. ولكن ليس كما يظن الناس هذه الأشياء البسيطة هكذا، يعني الأميلايز ولا أشياء، هي أشياء أخرى، يعني أشياء كثيرة تضاف، لأن أنواع الخبز، وليس الخبز العادي الذي نأكله في المنازل، لأن هناك خبائز يعني كبيرة، الأشياء التي يفطر بها الناس في الصباح، والأشياء التي يأكلونها في المساء، والأشياء التي مقلية في الزيت، الأشياء المخبوزة في الفرن، الأشياء التي تضاف إلى شوكولاتة ويضاف إلى فانيلا إلى آخره. فهناك خبائز يعني متعددة جدا، البايستوري هذه كثيرة. فهذا البرومايد يضاف إلى الخبز لأنه بليتش، والبرومير هذا البرومايد البوتاسيوم ومادة سرطانية، يعني هذه مصنفة مع المواد المسرطنة، يعني بلا ما نطوله. يعني القوانين الآن، عليه القوانين من الكوديكس أليمونتاريوس حتى لهذا، القوانين تقول بأن الكمية الذي يوجد فيها برومايد البوتاسيوم في هذه المجيئة لا يشكل أي خطر. نحن لا نقبل أي تركيز من هذه المضافات إلا تركيز واحد اللي هو صفر. ما عدا 0% من هذه المضافات فكل التراكيز الأخرى فهي تبقى يعني مضرة للجسم هذه. فهذا يعني الناس اللي كيشتريوا خبز فعلى الأقل عندهم حق يسألوا، عندهم من حقهم يسألوا ويسائلوا، هذا حقهم لأنه يشتري المادة. ثم ثانيا الأشياء التي تعطى في المشفيات، المستشفيات وفي العيادات، يعني وهذا هو الشيء الذي يضنينا، الذي يحزننا كثير، وهو أن هذه المستشفيات فيها مرضى عملوا عمليات جراحية على سرطان وعلى أمراض خطيرة، ثم في الوجبات التي يعني تعطى للمرضى في المستشفيات قد نجد بعض المضافات الغذائية. هذا هو المشكل الكبير الذي يصف. هذا من جهة، من جهة أخرى إذا كانت الكمية التي يسمح بها القانون الدولي من هذه المضافات لا بأس، فهذه الكمية لشخص عنده 60 كيلوغرام فما فوق، فما حد الطفل، ما ذنب الطفل اللي عنده 10 كيلو 15 كيلو؟ طفل عنده 10 كيلو يأخذ مادة، يعني لو كان فيها بي لو كان فيها يعني أثر هذه المواد فهو خطر عليه. فهناك نساء حواميل هذا المكون سيمر إلى الجنين، وهناك نساء مرضعات هذا المكون سترضعه للطفل، وهناك أطفال صغار سيستهلكون هذه المضافات الغذائية، وهناك مرضى كذلك مصابين بسرطان وبأمراض أخرى ممكن أن يستهلكوا هذه المواد. يعني فهنا يجب أن نوضح الأشياء من الناحية العلمية، وليس نتكلم هكذا يعني في الهواء، نحن نتكلم عن أشياء دقيقة. ونعلم هذا بالنسبة لي أنا المستهلك ليس مستهلك واحد، أنا عندي مستهلكين، عندي الطفل وعندي الشيخ وعندي المريض وعندي اللي عنده يعني عندي المعاق، وعندي الأشياء المصابين بمرض، وعندي أشياء اللي عندهم انتوليرانس، الأشياء الذين عندهم حساسية لبعض المواد، الأشياء اللي حساسين للليكتينات. فهناك يعني مستهلك ليس مستهلك واحد، عنده 70 كيلو يعني إيديال يعني مثالي جيد هذا. فمستهلك الآن أصبحنا عندنا حالات كثيرة، ويجب أن نفكر في المستهلك كيف ما كان حاله الصحي، في المريض، في الصغير، في الطفل، في الذين يسكنون مثلا في الأحياء الجامعية، الذين يسكنون في التكنات العسكرية، الذين يسكنون مثلا حتى في بعض يعني
الملاجئ الصغار يعني الايتام مثلا ولا اشياء هكذا الى اخره. فهذه هي هذه هي الاشياء الصحيحه. المجتمع ليس مجتمع فيه جميع الناس بنفس الصحه وبنفس القوه الى اخره. ان شاء الله نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.